بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير مفهومين هما الفجوة التضخمية والفجوة الانكماشية. الفجوة التضخمية ما يسمى في عندي الآن inflationary gap أو ما يسمى بالفجوة التضخمية، وفي عندي deflationary gap اللي هي الفجوة الانكماشية. مرات نطلق عليها الفجوة الانحسارية أو التنفيسية. على جميع الأحوال يعني هما مفهومان مهمان في النظرية الاقتصادية الكلية، خاصة لمبادئ الاقتصاد الكلي وربما النظرية الاقتصادية الوسيطة، فلا بد من أن نطرحهما إن شاء الله أمامكم أحبة الطلبة. فسأستخدم الآن الرسم البياني كي أوضح الفجوة التضخمية والفجوة الانكماشية، كل واحدة طبعا لوحدها، كل واحدة على حدة. قبل أن أبدأ لابد أن أوضح الآن أي اقتصاد ربما ننظر له ككائن حي. عند هذا الاقتصاد طاقة إنتاجية لا يمكن أن يتعداها، إذا تعداها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار لأني بسحب من موارد مستقبلية، ربما أضطر إلى فتح باب الاستيراد من العمالة من مواد خام كثيرة وتؤدي بحالها إلى رفع الأسعار المحلية. فالطاقة الإنتاجية إذا تجاوزها الاقتصاد، أو ربما عكس ذلك أنه هناك طاقة إنتاجية عالية لكن اختارت المواد الاقتصادية أن تنتج أقل من هذه الطاقة الإنتاجية، وبالتالي الآن كيف يمكن لنا أن نعبر عن حالة ما يسمى بـ potential output أو بسموها الإنتاج الممكن، وفي عندي actual output الإنتاج الفعلي. هذا الفعلي الذي تحقق على أرض الواقع هو الإنتاج الذي تحقق على أرض الواقع الفعلي، الإنتاج الفعلي اللي هو actual. فإذا فعلا أدركنا الفرق بين potential والactual أو الإنتاج الممكن والفعلي، منكون ربما يعني من السهل علينا أن ندرك ما معنى الفجوة التضخمية والفجوة الانكماشية. فهنا الآن سألجأ إلى استخدام الرسم البياني حتى أوضح هذه لكم أحبة الطلبة والمتابعين حيثما كنتم. الآن هذه الآن Y الإنتاج الحقيقي على المحور الأفقي مستوى الأسعار، هنا P، وفي عندي الآن الخط هذا اللي دائما نسميه الخط المرجعي، ذلك الخط الذي يصنع مع الأفق زاوية مقدارها 45 درجة. أوكي، فلنفترض على سبيل المثال بأن الإنتاج الفعلي هذا الأكشوال أوتبوت، هذا إنتاج فعلي، الإنتاج الفعلي كان عند هذا اللي هو طبعا تساوي C plus I plus G plus X minus M عند وضع معين. لكن الإنتاج لو أنه كل الموارد الاقتصادية أرض عمالة رأس مال حقيقي وقدرات تنظيمية وضفناها كما ينبغي بإدارة حقيقية، وضفنا كل الأرض التي يمكن استغلالها وكل العمالة التي يمكن أن تقبل بالأجور السائدة وكل رأس المال الحقيقي من خطوط إنتاج ومعدات وأجهزة وما شابه، أنتجها بكون عندي لنفترض بأن يعني اختار الاقتصاد أن ينتج هذه الكمية لكن الطاقة الإنتاجية أعلى من ذلك. لنفترض بأن هذه potential output طبعا يساوي C plus I plus G plus X minus M. هنا لاحظوا لي أنه الآن الفعلي عند Y1 والممكن الإنتاج الممكن عند Y2، الفرق من هنا إلى هنا هي عبارة عن خسارة اقتصادية. لاحظوا لي يعني كأنما أقول في عندي طالب بإمكانه أن يحصل على علامة مقدارها 95% في
في الامتحان الفلاني، لكنه اختار أن لا ينفق ذلك الجهد والوقت على المساق وحصل على 50 أو 40 أو ربما 60. لاحظوا الفرق الكبير. لذلك هنا هذا الاقتصاد اختار أن ينتج Y1 هذه الكمية الفعلية أقل من الإنتاج الممكن. هاي الآن الفجوة من هنا إلى هنا، هاي نسميها إحنا فجوة انكماشية. هو الفرق الآن إذا كان الإنتاج الممكن أعلى من الإنتاج الفعلي. The potential output is greater than the actual output. فعكسها الآن، إذا هذه الفجوة الانكماشية نتيجة عكسها، لنفترض الآن بأن الوضع كان كما يلي، وهي آخر فكرة تحدث عنها في هذا المقطع. الآن عكسها كما يلي، هذا الآن Y الإنتاج الحقيقي مستوى الأسعار، وهذا الخط المرجعي الذي يصنع مع الأفق زاوية مقدارها 45 درجة. الاقتصاد بدنا نفترض بأنه الإنتاج الممكن هو هذا Potential Output يساوي C plus I plus G plus X minus M، لكن هو اختار أن ينتج أكثر من طاقته الإنتاجية، فاختار الـ Actual Output يساوي C plus I plus G plus X minus M. طبعا مستوى هذا أقل من مستوى هذا، وبالتالي الآن اللي بيقدر يعني يستطيع الاقتصاد أن ينتج فقط Y1، لكن هو أنتج Y2. من أين أتى بالفرق الآن؟ حتى ننتقل من Y1 إلى Y2 نحتاج إلى موارد أكثر. ربما في هذا الاقتصاد الحكومة قررت أن تفتح باب الهجرة للعمالة، لنفترض يعني في دولة ما والله الآن هاجر لها عمال من دول أخرى، وبالتالي الآن كأنما استعرت أنا استدنت موارد من المستقبل، أرض غير صالحة للزراعة كلفتني كثير ذهبت إلها، رأس المال يعني اضطريتني إني أستدين من مؤسسات خارجية يعني قروض ومساعدات مثلا حصلت عليها حتى إني أزيد الإنتاج، وبالتالي زاد الإنتاج من Y1 إلى Y2. هذه ستؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار. مستوى ارتفاع الأسعار بكون يعني نتيجة للفجوة هذه. الفرق بيناتها من هنا إلى هنا تسمى الفجوة التضخمية أو ما يسمى الانفليشنري جاب، هذيك الانكماشية ديفليشنري جاب، هاي الفجوة التضخمية إنه يكون الأكشوال أوتبوت أو ما يسمى بالإنتاج الفعلي أعلى بكثير من الإنتاج الممكن، ما يعني بأنه ستحدث الآن عندي ظاهرة تضخم ارتفاع بالأسعار، كأنما استدنت أنا موارد من المستقبل حتى أصل أو أنتقل من الحالة Y1 إلى Y2. أرجو أن أكون قد قدمت الفائدة المرجوة في هذا المقطع القصير، راجيا إن شاء الله أن نلتقي في مقاطع أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.